حكايتنا الأولى النهاردة عن الأكلات في وجه بحري، تعالوا نشوفها ونرجع تاني. طبعا البحيره مشهوره بالحباش، دي اكله اساسيه طبعا عندنا هنا في دمنهور، في البحيره عامه يعني مشهوره بيها. جنب منها طبعا بيبقى المشاوي، العيش بلحمه، كل الحاجات دي مشهوره هنا في دمنهور. الاكلات دي ومعظم الاكلات الشعبيه عامه يعني بتتشهر هنا في دمنهور. الحباش اكله بتتحط كده في وسط الاكل، الطبق بتاعها بيتحط على السفره، اكله مفيده جدا. الأكلة دي يمكن معظم محافظات الجمهورية محدش يعرفها، الأكلة دي بس موجودة في البحيرة. دي عبارة عن كركم وطحينة وطماطم وفلفل. الأكلة دي مفيدة جدا للصحة. طبعا الحباش وأم الخلول، واخد بالك، لأن الحاجات دي محرمشة وإحنا نحب الحاجة المحرمشة، وبتبقى محطوطة في ريح أي أكل يعني على الفطار، وممكن كمان في السحور مع الطعمية بقى اللي هي الفلافل ديت، واخد بالك، والمسقعة البتنجان. فاحنا نحب الحباش يعني، الحباش جميل. وحوي وحوي وكمان وحوي، كل بيت بورسعيدي فيه لازم بيكون فيه بط اساسي على السفره بتاعتنا. البط اول حاجه طبعا على السفره البورسعيديه، لازم البط. عندنا الى جانب كمان المحشي المصري، طبعا ده حاجه بتتميز بشعبيه هائله جدا في بورسعيد، بجانب طبعا الامامه والجلاش. و عندنا طبعا الحلويات الشرقية في بورسعيد طبعا مهمة جدا وليها مذاق خاص في رمضان، ودي حاجة يعني لازم تكون متوفرة على المائدة البورسعيدية يوميا. طبعا بورسعيد بتتميز بالبط، ودي طبعا حاجة أساسية في السفرة المصرية، في السفرة البورسعيدية يعني. وطبعا بتتميز كمان بالعصائر كتير قوي، منها الخشاف والخروب والسوبيا والتمر، وطبعا حلويات في منها القطايف وكمان الكنافة. دي حاجة بتبقى مهمة قوي على السفرة البورسعيدية يعني. مطبخ البورسعيدي يتميز أول يوم رمضان طبعا ده البط، ده حاجة أساسية عندنا. وكمان الأمامة بتتعمل بكذا طريقة، اللي هي طريقة جلاش بيتعمل بلحمة مفرومة ومعصجة بالبصل، وساعات ممكن تحط فيها زبيب، تحط فيها مكسرات أو تحط فيها بصل بس وزبيب. دي أهم حاجة بتبقى موجودة على أي سفرة بورسعيدية. وبنتميز كمان بالعصاير، العصاير دي مش عايزة أقولك بتبقى أشكال وأنواع كتير، تمر، عرق سوس، خروب، أي نوع من أنواع العصاير، ده أهم حاجة تبقى، أو التمر البلح باللبن. إحنا أهم حاجة عندنا هنا في رمضان هي البط، ده الأكلة المشهورة بتاعت البورسعيدية، كلهم اللي بيتميزوا بيها عن أي حد. أنا مش عارفة ليه بصراحة إيه هي يعني السر في كده، بس إحنا يعني دي حاجة توارثتها الأجيال عن الأجداد، إن إحنا طلعنا لقينا إن أهالينا وأجدادنا كانوا لازم البط دوت على السفرة البورسعيدية، دي حاجة أساسية عندنا. بعد ما نفطر رح نتحضر، بعد ما نفطر رح نتحضر، نملك يومنا فندق وسبيب، نملك يومنا فندق وسبيب، ونهادي بيهم كل حبيب. احنا طبعا هنا في مرسى مطروح لينا جو ورونق على المائدة الرمضانية، بيبقى طقوس بدوية أصيلة. طبعا عندنا هنا المأكولات الشهيرة، الرز الحمر والمكرونة الجارية بتتقال عليها في ليبيا المبكبكة، وعندنا كمان أهم حاجة الشوربة بجميع أنواعها على اللحوم الضاني، الشوربة المغربي، في الرز على لبن ده بيبقى باللبن الرايب، وعندنا أكلات تانية مشهورة زي الكسكيس بيتعمل بخضار تورلي مشكل، وعندنا ما شاء الله تبارك الله يعني كل المأكولات اللذيذة زي المحشي والملوخية وورق العنب وجميع أنواع المحاشي الخضار، كل ده بيبقى موجود عندنا في رمضان على المائدة الرمضانية، بس بتتخصص مطروح في المذاق البدوي.